عشان عايزين نتكلم فني اكتر بقى النهارده، لانه بكره الناس يعني، انا حتى لسه كنت بتكلم مع كابتن هاني في الانترو، وبنقول ان الماتش بكره صعب جدا، مش ماتش سهل. يعني الناس بتكلمك، واعتقد لسه يعني حضرتك معاك تليفونات وانت داخل وانت طالع، دايما الناس بتكلمك بتقول لك ايه مانشستر سيتي وفريقه قوي وبتاع، ما حدش بيفكر في ماتش بكره، ما اعرفش ليه. لا الاهلاويه لا، اوكي الاهلاويه اتربينا ان احنا كل ماتش صحيح. عمر انا بقى اسبق يعني، حتى لعيبه، حتى لما تبص تلاقيه لعيبه بره يقول لك حتى في الدوري يقول لك ايه، انا خلص الماتش هنا، ما تقوليش الزمالك امتى، صح. انا خلص الماتش ده. اللعيبه اتربت على كده وهي شغاله على كده. ف وبعدين برضو يا كابتن، انا في احساس عندي دايما في كره القدم، مفيش حاجه صعبه طالما انت بتتقن عملك. يعني لما انتوا بتتمرنوا احسن تمرين وبتاخد حقوقك كامله وراك جمهور يعني بالملايين، وقبل ده وده توفيق ربنا واتقانك لعملك، الاوروبي يبقى افضل منك في ايه غير في المناخ؟ المناخ اللي فيه بقى تصوير وفيه كذا وفيه كذا. علشان كده احنا ما بنربي ولادنا، بنربيهم على كده. الراجل الخواجه ده ما هوش افضل منه، والدليل على كده بطوله الدوري الاوروبي سواء في اسبانيا او هنا او هنا، معظمه لعيبه افارقه وكلهم نجوم. فانا بشوف ان تيم البرازيل بقى لها اكتر من 12 سنه نتائج يعني غير متوقعه. في البرازيل بيطلعوا من الادوار التمهيديه سيئه يعني. طبعا. مفيش حاجه كابتن صعبه في الكوره. انت بتلعب ريال مدريد، كنا انا مع حضرتك ليله المباراه مع الكابتن هاني، وقلنا هنأدي مباراه جيده. احنا الشوط الاولاني حسين الشحات انفراد، شريف انفراد، وبعدين غلطه جه منها جول بقينا 1-0، وبعدين بعد ما كنا 2-1 في الدقيقه 88 كره بتتلعب بالعرض، مجدي محمد مجدي كان ممكن يبقى فيه تعادل، ثم في الوقت الضايع مفيش حاجه في الكوره. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل مدارس الكوره بقت موحده؟ يعني زمان كنا بنقول لما بنلاعب مثلا فريق على مستوى امريكا اللاتينيه لا ده ليه ستايل معين، لما نلاعب فريق على مستوى اوروبا لا ده ليه ستايل معين، لما تلاعب فرقه من اسيا لا ده ليها ستايل معين. هل خلاص المقولة دي انتهت وبقت الكرة في العالم كله تقريبا الدنيا مفتوحة بشكل كبير جدا، والكرة ما بقتش مختلفة بشكل كبير؟ هل انت شايف ده موجود في فريق طبعا بطل كوبا امريكا واول مرة يفوز او اول مرة كمان يوصل لكاس العالم الاندية؟ شايف ده ازاي؟ يعني شايف هل هنقابل نفس المدرسة بنفس الاسلوب؟ احنا كنا بنلعب فريق عربي، فريق من اسيا، هل هتختلف شوية يعني استراتيجيه كولر بكره امام فريق فلومنسي؟ ما اعتقدش يا كابتن، بس هو كل فتره كل 10 15 سنه بيطلع مدير فني يروح عامل تغييره كده، فتلاقي جوارديولا يطلع فتلاقي حارس المرمى بقى اللاعب 11. قبل جوارديولا ما كانش فيه الكلام ده. عمليه الاستحواذ والاستحواذ بكثافه عاليه جدا ما كانتش موجوده، كان في معظم الاداء حارس المرمى ده يعني بس مجرد انه تجيله يشوط ضربة المرمى وخلاص. دلوقتي حارس المرمى بتعتبره من نجوم المباراة، يعمل لك الهجمة المرتدة، يبتدي الهجمة صح. لا النهاردة في ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول، يعني اونانا بيعمل ايه واليسون بيكر بيعمل ايه؟ جزء بيلعبوا تحت يعني بيلعبوا على خط الجول. والله يا كابتن ده يعني ما اعرفش النهارده اونانا ده في كره رقص فيها، دي لو عندنا هنا في مصر ده كان المدرب جه دخل اللعيب وطلعه ورماه. واحيانا بتحصل خطا كده طبعا كل فترة. طبعا هو مش صح. ما بقولش ان هو صح، بس انا بقول لك ان هو النهارده بس هم متدربين على كده. الفكره نفسها اللي موجوده دلوقتي ان انت كحارس مرمى لازم تبدا الهجمه وبتبدا بشكل كويس وبتشتغل كلاعب. هو خلي بالك دلوقتي حراس المرمى بيتمرنوا نص ساعه او ساعه الا ربع كانه لاعب، يعني مش حارس مرمى، بيخش التقسيمه وبيعمل الباسنج وبيعمل الضغط وكل حاجه عشان ياخد احساس البيلدينج اب او احساس بناء الهجمه. لكن انا سؤالي هيختلف شويه التخطيط او خطه كولر بكره امام فريق من امريكا اللاتينيه كان امام الاتحاد شكل ممكن يكون شكل مختلف، ولا انت شايف ان الامور لا هو هيستعد بشكل على شكل الاداء؟ لانه كمان قال في المؤتمر الصحفي كان نفسي يبقى الفتره طويله شويه عشان نتعرف اكتر على الفريق ده.
متخيل كولر يتعامل ازاي بكره مع المباراه يعني؟ والله كابتن هاني انا بتخيل انه فليمونينز اعتقد انه شبيه بنادي الاتحاد، عنده وسط الملعب والمهاجمين بيأدوا بشكل جيد وفي القوه بتاعتهم هناك، لكن خط الظهر في اخطاء هتبقى قاتله، واحنا شفنا ماتش الاتحاد الاخطاء اللي كانت مؤثره جدا واللي كولر قدر ان هو يستغلها. صحيح الباكين بتوع الاتحاد ايه اللي حصل؟ بيرسي تاو بقى ياخد الراجل كم مشوار لحد لما جاب له مزق وطلع. وكان ممكن جدا لو في بس سن التوفيق ان انا بعد ما بعدي من الراجل ان انا بس اقف بدل ما العبها متسرع، اقف وبعدين ابتدي اي حد جاي ابتدي العبها له. وكذلك حسين الشحات، الاطراف كانت بتادي دور مهم جدا واستغلهم كولر ان الباكين الطايرين على طول دول ابتديت انت تستغل. وشفنا الشوط الثاني لما كريم نزل شفنا الاداء بتاعه كان فين، وحسين الشحات لما جاب الجول الثاني جابه منين. فاعتقد ان خط الظهر الماتش بتاع بكره مع الفريق البرازيلي اعتقد انه مش هيغير في اسلوب الاداء يعني برضه هيبقى فيه، ودايما الراجل بيعمل كده كابتن اسلام، بيعمل عمليه ضغط ثم سرعه ارتداد بامل ان حد يغلط. ودي حصلت قبل كده مع الراجل ده ومع موسيماني، حتى بيعمل عمليه الضغط وبعدين ومجرد الكره ما هتعدي بيروح عامل عمليه الانكماش بحيث ان انا بضيق المساحات في التلتين الملعب بحيث ان انا ما فيش حد يتخطاني. وده اللي كان بيحصل من ساعه الراجل ما جه وهو بيعمل الاداء ده، وتلاقي دايما بيجيب اكتر اهداف والاهداف اللي بتيجي فينا قليله جدا.